السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرييتيف جروب. في الفيديو ده انا طالع اجاوب سؤال كتير جدا بتسأله، هو ازاي اقدر اعمل فلوس كثري دي ارتست. طيب خلينا نبتدي كده الاول. خلينا متفقين ان انت كثري دي ارتست انت الشركة بتاعتك، يعني انت لازم دايما تطور من نفسك وتطور من الهاردوير بتاعك. كل ما هتطور من نفسك وكل ما هتطور من الهاردوير او من الكمبيوتر بتاعك، كل ما هتقدر تاخد شغل اكتر، وكل ما هتقدر تخلص الشغل بتاعك ده بطريقة اسرع واسهل، وطبعا كل ما الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك هتبقى افضل. طيب بالنسبة بقى لإجابة السؤال، لو حبينا نتكلم ان انت كثري دي ارتست او ناس كتير بيبقوا عايزين تشتغل في شركة بيكسر، فبنسبة 99% انت ممكن تنسى الموضوع ده خالص، خصوصا لو انت لسه مبتدئ. في ناس كتيرة جدا محترفة جدا وموهوبة جدا ومش عارفة تشتغل في الشركات دي. انت فعليا لو انت عملت شركة قدرت انك تنافس بيها شركة بيكسر، فالموضوع ده ابسط لك وفرصتك اكبر من انك تشتغل معاها. بس ما تخليش الكلام ده يضايقك او حتى يهمد من عزيمتك، لان في فرص قدامك كتير جدا. اولا انت كثري دي ارتست لو انت شغال في بلد عربي، فمعظم الوقت البلاد العربية دي بتحتاج انتريور ديزاينرز او بتحتاج حد يعمل لها اظهار معماري كثري دي بروجرامز، خصوصا الطلبة مثلا اللي في كلية هندسة. جزء كبير من الناس اللي شغالة ثري دي في مصر بتعتمد على شغل الطلبة وبتخلص مشاريع التخرج بتاعت الطلبة. طب نفترض ان مشاريع الطلبة او مشاريع التخرج بتاعت الطلبة دي مشاريع وقتية. يعني ايه وقتية؟ يعني انت بتشتغل فترات معينة بس من السنة. طب وبقية السنة ممكن تشتغل ايه؟ في مكاتب كتير في مصر او في مكاتب كتير في الوطن العربي بتحتاج انتريور ديزاينرز، او ان هو واحد يعمله الانتريور ديزاين بتاعه كثري دي موديل، وده الشغل بالنسبة له كتير جدا، وفي ناس كتيرة جدا بتشتغل على الموضوع ده. طب هل في اوبشنز تانية غير الموضوع ده؟ في اوبشنز كتيرة. اولا انك تقدر تبيع 3D models، انك تعمل 3D model وتدخل على مواقع زي موقع 3D sky مثلا، وهكتب لكم المواقع دي في كومنت، 3dsky.org تقدر تبيع عليه الموديل بتاعك بمبلغ كويس، واعتقد ان 3D sky بيدي نسبة كويسة جدا تصل الى 95% او 90% من الفلوس الموديل بتاعك. بس لازم الموديل بتاعك ده يكون نظيف جدا ويكون هاي كواليتي عشان يرفع يتباع، غير كده مش هتقدر تبيعه. وفي مواقع تانية كتيرة برضو زي تيربو سكواد وداس 3D و3D سكوير بتشتغل بنفس الطريقة دي. عندك طرق تانية مختلفة للشغل، يعني انت مثلا ممكن تشتغل ك3D موديلر او ك3D ارتست على اي فريلانس ويب سايت زي freelance.com وزي Upwork وزي Fiverr، وفي برضو مواقع عربية زي موقع خمسات. المواقع دي بتعمل لك زي open market او بتعمل لك زي سوق مفتوح، بتقدر من خلال السوق ده تشوف ناس طالبة ناس تشتغل ك3D modelers او ك3D artists او حتى كمجموعة lights. وفي ناس كتيرة بتطلب 3D modelers في الالعاب مثلا، او 3D فيجواليزرز يعملوا لها اظهار لاي كان البروجكت بتاعهم، يعني حتى مش لازم اظهار معماري، ممكن يكون اظهار لمنتج معين كبرفيوم او كساعة. الحاجات الصغيرة دي بتفرق معاك كتير جدا، والشغل بتاعها مناسب، خصوصا ان سعر الدولار عندنا في مصر مختلف شوية او عالي جدا. فحاليا انت في مصر لو قدرت تعمل شغل مثلا بخمسين دولار او بمية دولار، فانت قدرت تدخل لنفسك مبلغ في حدود الالفين جنيه. وفي برضه طرق تانية للشغل، ممكن تقدر تبيع مثلا 3D لوجو للشركات. مش لازم التارجت بتاعك يبقى شركة كبيرة، ممكن يبقى الشركات الصغيرة كتير منها بيحتاج 3D لوجو، بيبقى الموضوع بالنسبة لهم جديد، وانك تعرضه عليهم بمبلغ قليل ده يعتبر حاجة كويسة. طبعا ده مش هتعتمد عليه كمصدر رزق اساسي، لكن هتعتمد عليه كمصدر رزق جانبي، يعني دخل كده خفيف بيدخلك من 3D لوجوز. وممكن كمان تعمل 3D wallpapers، يعني تعمل خلفيات 3D. موضوع الخلفيات 3D wallpapers ده ابتدى ينتشر دلوقتي بكثرة جدا، وفي مواقع كتيرة ابتدت تشتغل على الموضوع ده.
المهم في الموضوع ده انك تبقى كرييتيف، تقدر تعمل حاجة فيها ابداع او تعمل حاجة جديدة مش ناس كتيرة شافتها او ناس كتيرة عملت زيها. وهتلاقي المواقع اللي تقدر تبيع فيها الحاجات دي، اعتقد ان انا اتعاملت على موقع اسمه depositphotos.com قبل كده، تقدر تبيع فيه ال 3D والوول بيبرز بتاعتك. طيب بالنسبة للطرق التانية، ممكن تدي كورسات على المستوى الشخصي، يعني انت ممكن مثلا تبتدي تدي كورسات صغيرة، يعني لو انت مش شغال في شركة كورسات ممكن تدي كورسات لوحدك، تبتدي تعمل جروبس كده صغيرة وتبتدي تشرح للناس، والموضوع ده مربح جدا وبيدخل برضو مصدر رزق كبير يعني. ولو فكرت انك تشتغل في شركة كبيرة بتدي كورسات، برضو يعتبر ان الموضوع ده مربح وبيعتبر كفلوس ثابتة داخلة لك، يعني انت لو اشتغلت معاهم كفول تايم او حتى كبارت تايم. ناس كتيرة بتتجه للمجال ده في مصر، بتتجه ان هي تروح تتعلم، بتتجه ان هي عايزة تتعلم مثلا 3D في وقت قليل جدا، فبتبتدي تتجه لمراكز الكورسات، فانت ممكن تدي فيها مجموعة كورسات، او مثلا ممكن تعمل قناة على اليوتيوب تعرض فيها فيديوهاتك وتعرض فيها شغلك وتعلم الناس من خلالها. مع العلم برضو ان فلوس اليوتيوب دي قليلة جدا 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 ولا يعتمد عليها اطلاقا، يعني مثلا اعتقد انت ال100,000 فيو هيجيب لك حوالي 2 3 دولار. طبعا هو بيعتمد دلوقتي على عدد ساعات المشاهدة، وفي فيديوهات كتيرة بتشرح موضوع الفلوس بتاعت اليوتيوب، فانت ممكن لو قررت تعمل حاجة زي كده تبتدي تتفرج على الفيديوهات دي عشان تعرف موضوع الفلوس في اليوتيوب قايم على ايه او شغال على ايه بالظبط. الجميل في موضوع اليوتيوب ده ان في ناس كتيرة بتشوف شغلك، فلو شغلك كويس في ناس كتيرة هتعرض عليك عروض شغل او عروض عمل. على سبيل المثال ان انت هيجيلك مثلا عروض عمل لناس بتعمل جيمز، مثلا واحد كده بيعمل جيم فمحتاج 3D موديلر يعمل له شخصية او يعمل له اوبجكت معين، فهيقدر يتواصل معاك عن طريق فيديوهاتك او هيقدر يوصل لك عن طريق فيديوهاتك. مع العلم ان حتى الموضوع ده ما بيجيبش فلوس كتيرة، لان في الغالب الشخص ده بيبقى شخص هاوي وعايز وبرضه بيبتدي زيه زيك، فبتبتدوا انتوا كده مع بعض وبتبتدوا تطلعوا شغل مع بعض، وممكن برضه يبقى حظكم كويس والجيم اللي انتوا عملتوها او اللعبة اللي انتوا عملتوها تنجح، فيدخل لك مصدر برضه فلوس كويسة جدا. مع العلم ان الشركات الكبيرة برضه ما بتوظفش عن طريق اليوتيوب، لان هي اوريدي عندها بادجت كفاية او عندها فلوس كفاية ان هي تجيب تيم جاهز يعمل لها الجيمز بتاعتها. الحل برضو او الطريقة اللي قد تكون اكثر اهمية انك تبتدي تشتغل في الفي اف اكس او الفيجوال افكتس. مجال الفيجوال افكتس في مصر او في الوطن العربي ضعيف جدا، فلو انت فعلا موهوب هتعرف توظف نفسك وهتقدر تدخل من خلاله فلوس كتيرة جدا، يعني اعتقد ان انت تقدر تشتغل في الافلام، خصوصا الافلام العربي دلوقتي ابتدت تعتمد على الانفجارات وابتدت تعتمد على العربيات اللي بتنفجر وبتتكسر والمباني اللي بتتهد، ابتدى يبقى فيه شوية اكشن يعني. ان هم يلاقوا 3D artist talent او موهوب في حتة زي دي، الموضوع ده بيبقى صعب شوية، فلو انت قدرت تعرض شغلك عليهم وقدروا يوظفوك هتقدر تطلع من الموضوع ده شوية فلوس كويسة. طبعا اللي انا قلته ده كان يدوب بريف سريع او هنتات سريعة كده عن طريقة ازاي تقدر تعمل فلوس من خلال 3D modeling او 3D visualizing، وده طبعا يعتبر مش للحصر، في طرق تانية كتيرة جدا تقدر تعمل منها فلوس من خلال 3D modeling. انا ان شاء الله هطلع في مجموعة فيديوهات كده احاول اشرح لكم كل طريقة بالتفصيل، ده طبعا انا هقوله بوجه خبرتي مش بحكم اي حاجة، انا هقولك الحاجات اللي انا مريت بيها والحاجات اللي انا عانيت منها، وهقولك هتقدر توصل ازاي وهتقدر تعمل شوية فلوس ازاي. اتمنى انه يكون الفيديو ده مفيد ليكم، اتمنى اكون فدتكم. لو شايف ان الفيديو ده مفيد ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصلك فيديوهاتنا في اقرب فرصة.